يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول متى يكون التذكير بالموت؟ هل هو في كل وقت أو في مواضع معينة كما قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الموعظة؟ ما هو دائم الموعظة، ما هي دائم كل وقت، لكن في بعض الأحيان في بعض ما تملل الناس بذلك، تذكير بالموت وغيره مواعظ ما تكون دائما وإنما بين فترة وأخرى. نعم.